في ختام مؤتمر ومعرض ايجيبس التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددا من رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر. تم خلال اللقاءات استعراض أنشطة الشركات وخططها في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول وزيادة استثماراتها في مصر، كما تم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك بين قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية. وفي ختام المؤتمر الاستراتيجي بإيجيبس قال الوزير إن نجاح مؤتمر ومعرض إيجيبس وتطوره الملحوظ عاما بعد الآخر أمر يدعو للفخر، فلقد كان لدينا رؤية وخطة وتحققت بنجاح، مشيرا إلى أن قطاع البترول يسير على الطريق الصحيح وأن التصنيع المحلي للمنشآت البترولية في مصر زاد بدرجة ملحوظة. نحاول بقدر الإمكان إحنا نوصل دايما المستوى أو المحتوى المحلي في المنظومة بتاعتنا ل 40 50 55% في الحدود دي، طبعا مع طموحنا نوصلها ل 60 و70% في خلال السنتين الثلاثه الجايين. احنا متفائلين لان عندنا ما شاء الله مهارات وكفاءات من المهندسين والفنيين على كل المستويات، الحقيقه فخورين بيهم. في نفس الوقت عندنا دلوقتي ورش ومصانع مجهزه بمعدات واجهزه على مستوى عالي تمكننا من التصنيع المحلي بقدرات كويسه. بعدين بنعمل منصات بحريه وبنعمل اوعيه للفيسلز يعني، وبنعمل أوعية أخرى لفصل الأملاح. شركات البترول المحلية كانت حاضرة وبكثافة مع شركات البترول العالمية والعربية، حيث استعرضت قصص النجاح التي تمت بها. احنا اتخذنا خطوات جادة جدا في تأهيل إعادة تأهيل الشركة كلها بالكامل بجميع مواقعها الإنتاجية، ووصلنا الحمد لله لمرحلة كويسة جدا. عندنا مشروع جديد، عندنا تأهيل الوحدات القديمة تم تأهيلها كلها الحمد لله بالكامل. مشروع التفحيل إن شاء الله هيبقى طفرة جديدة في صناعة البترول في مصر. غاستك السنة دي بتقدم في المعرض أحدث تقنيات تحويل وتموين الغاز الطبيعي السيارات في مصر، حيث غاستك هي أكبر شركة في هذا المجال، تصحوا على 55% من السوق. غاستك بتحول حوالي من 35,000 ل 55,000 سيارة سنويا، وننشئ في الخطة حوالي 200 محطة تموين سيارات العامل بالغاز الطبيعي سنويا بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعربية وعالمية. أزل الستار على مؤتمر ومعرض إيجيبس في دورته السادسة، والذي شهد تزايدا واضحا من قبل الجمهور والمشاركين، ما يعكس مكانة مصر المتميزة على خريطة صناعة البترول والغاز محليا وعالميا. أحمد أبو علم، التلفزيون المصري.